طيبة لكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. قبل ساعات من افتتاح أكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، هذه الأكاديمية التي ستفتتح بعد ساعات أنشأتها العتبة الحسينية المقدسة في محافظة البصرة. حتى نتعرف على كل تفاصيلها رافقونا. هذه الأكاديمية تحتوي على وسائل متعددة لعلاج التوحد واضطرابات النمو. الكوادر العاملة في هذه الأكاديمية ذات خبرة كبيرة ومهارة عالية إضافة إلى التخصص. انتظرونا في مشاريع أخرى جديدة لدعم المجتمع والإنسان. في أمان الله.